مشكلتك انت اللي عندك الحقد هنا ومريض به. اما انا راني فرحان وسط وعيش. قبل ما تصدق تحكم بالاحاسيس ديالك الا بغيتي دير شي حاجه في حياتك حاول تخلي تشوفها من الجانب الزوين. مشكلتك انت ماشي مشكل الشامبيون كيتفرجوا فيه نفس الناس. كاين ناس كتبغيه وناس ما كتحملوش وكتحقد. ياك انت كتحقد راه انت اللي عندك الحقد هنا وكتعاني، ماشي انا اللي كنعاني. انا راني عايش فرحان. حاول تكون وسط من الناس الاخرين. الفرق هو كيشوفوا شي حاجه زوينه انت كتشوف اي نعمه. الناس الصدق كتشوف النعمة كتفرح منها. أنا كنشوف بزاف الناس بحال تجيهم لوكافات وكنفرح كنبغي نكون بحالو أحسن منها. وكاين الناس كتشوف النعمة كتحقد. كيفاش بغيتي تكون النعمة عندك وأنت كتشوفها كتحقد؟ ما باغيهاش تكون عند الناس وكتحقد عليها كيفاش؟ كرهت مع راسك.